وتركه سنة مقصودة كتشهد أول وقنوت. الآن عندنا السنة التشهد الأول لو تركت عليه سجود سهو، قنوت الفجر لو تركت عليه إيش؟ سجود السهو. إذن أنت تترك سنة. ليش قال سنة مقصودة؟ ليش قيد قيدها بهذا الوصف؟ لأن عندنا سنة هي هيئة ما مقصودة، ولكن هاتان السنتان على الإجمال التشهد الأول القنوت، على التفصيل التشهد الأول والصلاة بعده، صلاة على النبي بعده، والقعود له، والقنوت والصلاة على النبي بعده، والقيام له، صار ستة. فإذا كان سواء على الإجمال أو على التفصيل هي سنة مقصودة، لأنه يلزم منها سجود السهو. لكن إذا ما كان، إذا كانت هناك سنة وليس فيها سجود السهو، هذه سنة غير مقصودة. هذا مصطلح فقهي، سنة مقصودة يعني تنجبر بسجود السهو.